يقول: أتينا للعمرة من دولة خليجية ومعنا خادمتين من جنسيات أسيوية وليس معهن محرم، هل علينا شيء؟ وأصل مجيئهم من بلادهم بدون محرم، المواصلة للسفر بدون محرم، وأنتم إذا تركتموهن في عليهن خطر من الضياع أو من، وكونهن يأتين معكم وتحافظون عليهن أحسن من تركهن يضيعن هناك أو يحصل منهن سوء معاملة أو خلل في دينهن أو أعراضهن. حافظوا عليهن، أمانة عندكم. نعم.